بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر الدهور كلها امين. انا عايز اسالكم سؤال، ايه الغلط في الطلبه اللي طلبها يعقوب ويوحنا؟ هما كانوا بيصلوا وبيطلبوا من السيد المسيح، ايه الغلط اللي كان في الصلوة او كان في الطلبة بتاعتهم؟ يعني محبة الذات، وان كل تفكيرهم ازاي يبقوا هم الاول وازاي يبقوا هم قبل اي حد تاني وازاي يضمنوا مستقبلهم، لان كان كل فكرهم بالنسبة للمسيح إن جاي علشان يملك على الإيه؟ يملك على الأرض. فيعني لما الواحد يفكر كده إنه له علاقة بملك أرضي يقوم يقول له إيه؟ يقول له برضه لما تملك ما تنساش برضه تعيني إيه؟ ذراعك اليمين، والتاني يقول له مفيش معنى خليني ذراعك الشمال، المهم إن أنا يبقى إيه؟ نبقى واخد المكانة والمكان الكويس. عشان كده ساعات كتيرة احنا بنصلي من اجل حاجات ما بناخدهاش ونزعل من ربنا ونقول يعني ليه ربنا ما بيسمعش صلواتنا؟ ليه ربنا ما بيستجبش للصلاة ديت؟ زي ما قال معلمنا بولس الرسول، لاننا لا نعلم ما نصلي لاجله. احنا بنطلب طلبات ومش عارفين بنطلب ايه وبنطلب ليه، ويا ترى الطلبة ديت صح ولا غلط، ويا ترى الطلبة ديت لصالحنا وترضي ربنا ولا لا. عشان كده ربنا يسوع قفل الباب قدام يعقوب ويوحنا وطلع من الموضوع ده بدرس مهم جدا. قال لهم انا كنت متخيل ان انتوا تيجوا تقولوا لي ازاي يا ربي نبقى خدام، ازاي نخدم الاخرين وقدم نفسه مثال. وقال لهم ان ابن الانسان جه لا لكي يخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. تتصوروا لما الواحد يجي يقول لواحد كده انت ايه؟ انت خدام، ممكن الواحد يقبل الكلمة ديت ولا يزعل قوي ويقول لك يعني ازاي تقول لي انت خدام؟ ده أنا وأنا وأنا وأنا، ده أنا كنت مش عارف وكيل وزارة إيه، وكنت مش عارف بنشتغل إيه، وكنت إيه، ازاي تقول لي انت خدام؟ لكن أنا عايز أقول لك إن ربنا يسوع نفسه قال عن نفسه إن هو خدام. والحقيقة اللي ما يبقاش خدام في الكنيسة واللي ما ياخدش دور الخدمة في الكنيسة يبقى لسه ما عرفش يوصل أو ما عرفش يمشي ورا المسيح صح. لو فكرنا مع بعض في خدمة السيد المسيح نلاقي أول نوع من الخدمة كانت الخدمة التعليمية. السيد المسيح في بداية خدمته بدأ يخدم كمعلم، وبدأ مثلا في الموعظة على الجبل حط دستور المسيحية كلها، وبعد كده نلاقيه مرة تانية يتكلم عن أمثال الملكوت ويبتدي يرفع الناس أو يرفع فكرنا للسماء من خلال أمثال بسيطة جدا من حياتنا اليومية. مرة تانية يتكلم بأمثال عن المجيء الثاني ويعلم عن المجيء الثاني. إيه ده يا ربي؟ قال أيوة أنا عندي الخدمة التعليمية. ويبقى السيد المسيح يخدم كمعلم. وعشان كده لما بدأت الجموع تسمعه بدوا ينسوا كل حاجة، بدوا ينسوا الأكل والشرب وأي حاجة في حياتهم، وبدأ
يجي كده يقعدهم بالأيام وهم مبسوطين إن هم إيه؟ إن هم بيسمعوا تعليمه، ويقول لك عنه إيه؟ كان يعلم كمن له سلطان وليس كالكتبة والفارسيين. كتبة الفارسيين هم بيقولوا كلام، حافظين حاجات وبيقولوها، لكن السيد المسيح لما يتكلم يتكلم كمن له سلطان، إله وبيتكلم بسلطان، وكلمته على طول قوية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وتقدر توصل للقلب على طول وتدخل لأعماق الإنسان بصورة أو بأخرى. يبقى أول خدمة هي الخدمة التعليمية. يا ترى مين فينا بيشتغل كمعلم؟ عايز نقول لك الخدمة التعليمية أول مستوى ليها هي في البيت، إن الأب أو الأم تفتح الإنجيل مع أولادها وتبتدي تقرأ الإنجيل وتتعلمهم عن كلمة ربنا. مش دي خدمة تعليمية جميلة؟ يا ترى في قعدتنا مع بعض ممكن نفتح الإنجيل ونقرأ كلمة ربنا؟ دي خدمة تعليمية. بالعكس، لما نقرأ الإنجيل وإحنا قاعدين مع بعض كأن المسيح نفسه هو اللي بيعلمنا، وكأننا بنسمع كلمة ربنا منه شخصيا. طبعا خدمة تعليمية الناس اللي بيخدموا في مدارس أحد أو في خدمات تانية، لكن أنا عايز نقول لك إن الخدمة التعليمية ممكن تبتدي من داخل البيت. خدمة تانية كان السيد المسيح بيقوم بيها الخدمة الطبية، والخدمة الطبية يعني وصلت لمستوى إن كل الذين لمسوه نالوا نعمة الشفاء. يعني في كل مكان كان بيروح فيه كان مجرد اللي يلمسه يشفى. كلنا عارفين قصة نازفة الدم اللي قالت لو مسست هدب ثوبه ايه شفيت، وراحت كده من وراه ومست هدب ثوبه وشفيت. والسيد المسيح وقف وقال انا في قوة خرجت مني، ووقفت الست عشان تقول له انا اللي مسست هدب ثوبك وانا اللي شفيت بالقوة اللي خرجت منك. نلاقيه في كل مكان كان بيشفي وكان بيعمل معجزات وكان بيخرج شياطين، وما كانش ممكن يلاقي إنسان مريض بأي نوع وما يشفهوش. فكانت الخدمة الطبية بتاعته يقول يشفي كل مرض في الشعب، يقول يلف كده ويدور على العيان ويشفيه، مش ممكن يسيبه، لازم يشفيه. تقول لي طب يا ابونا وانا نعمل ايه في الخدمه الطبيه دي؟ نقول لك يا سلام، انسان المريض ده ساعات بيبقى محتاج لكلمه، محتاج لواحد بس يقول له ايه، يقول له كلمه. مش لازم يعني انك انت هتشفي الجسد، لكن ساعات لما بتزور مريض اول حاجه خد بالك من زياره المريض، زي ما قال السيد المسيح في الدينونه هيقول كده كنت مريض فزرتموني، كانك بتزور السيد المسيح نفسه. ولما بتزور المريض كل كلمه حلوه بتقولها له، كل حاجه بتعزيه بيها، ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن شفاء، ولو إنها مش شفاء كامل لكن بتسند المريض وبتشدده وبترجع له سلامه مرة تانية. عشان كده الخدمة الطبية اللي عملها السيد المسيح
اللي كان بيقول يشفي كل مرض في الشعب ممكن قوي احنا كمان نشارك فيها ونقوم بخدمة فيها. ويعني مثلا نقول لكم ايه، ان احنا ككنيسة عندنا عجز في الخدمة دي، محتاجين خدام. نقول لكم على خدمة تانية، في الخدمة الطبية محتاجة خدام، عندنا نيو كامرز محتاجين حد يروح يوصلهم او يتكلم مع الدكتور لان هم لسه اللغة مش مساعداهم. ما بنلاقيش خدام، مش دي خدمة طبية وخدمة جميلة نشتغل فيها مع المسيح ونبقى فعلا مع المريض زرناه وساعدناه وجميل وشاركنا في شفائه. خدمة، الخدمة الطبية، المسيح خادم لكل المرضى ولكل الأمراض. خدمة تانية السيد المسيح عملها واشترك فيها هي الخدمة الغذائية، خدمة غذائية. تقول لي خدمة غذائية، نقول لك آه. لما جاء السيد المسيح في يوم حس كده ان الجموع ايه بدوا يجوعوا، فقال للتلاميذ ايه، اعطوهم انتم لايه، ليأكلوا. وبدا يسألهم يعني كفيهم كام وعايزين قد ايه والحكايه ايه. التلاميذ قالوا له يعني ده احنا ما عندناش حاجه، دول يا دوب كده 200 دينار عشان ندي الواحد ايه كل واحد حته كده، يعني مش عشان ياكلوا. فالسيد المسيح اصر وقال لهم اعطوهم انتم ياكلوا. فراحوا ورجعوا قالوا له ما عندناش غير عيل مع 5 خبزات و2 سمكتين، يا ترى دول ينفعوا في حاجه؟ قال لهم ما ينفعوا. اتكوهم فرقا فرقا 50 50، واخذ 5 خبزات و2 سمكتين وبص للسماء وبدا يكسر ويدي للتلاميذ وهم يدوا للجموع. والآكلين كانوا 5000 رجل ما عدا النساء والأطفال، يعني بحسبة بسيطة يبقى اللي أكلوا في الخدمة الغذائية بتاع السيد المسيح ما كانوش يقولوا عن 20,000. 20,000 ياكلوا من 5 خبزات و2 سمكتين؟ أيوه ممكن ما دام اتحطوا في ايد المسيح. فهنا الخدمة الغذائية اللي عملها السيد المسيح كانت خدمة مهمة جدا، وهي عبارة عن ان السيد المسيح بيقول مش كفاية ان احنا نهتم بالامور الروحية بتاعت الناس، لكن محتاجين ان احنا ناخد بالنا من احتياجاتهم الجسدية ومن الامور الخاصة بيهم في الامور الجسدية. خليك فاكر كلمة أعطوهم أنتم ليأكلوا، أعطوهم أنتم ليأكلوا. خليك فاكر منظر المسيح وهو مهتم إن يأكل الجموع، ومنظر التلاميذ وهو بيقولوا له إيه، مشيهم خليهم يروحوا في أي يعني القرى المحيطة والحقول، يروحوا ياكلوا في أي حتة، احنا مالنا ومالهم، مش كفاية اللي أنت عملته معاهم؟ لا مش كفاية. الخدمة يا أحبائي ما تعرفش حدود، ما تعرفش إن أنا نقول خلاص مش كفاية إن أنا عملت لهم، لا. خدمة للمسيح علمها لنا خدمة بلا حدود، وخدمة ما تقفش عند إيه؟ عند حد معين، لكن تستمر تعطي وتعطي وتعطي. يبقى خدمة تعليمية، خدمة صحية، خدمة غذائية. عارفين خدمة ثانية ايه؟ خدمة تنظيفية. السيد المسيح يدخل الهيكل يلاقي الهيكل مش نظيف، طب يا رب تعمل ايه؟ قال لا، لازم ننظف الهيكل. ما ينفعش ان بيت ربنا
يبقى مش نظيف. ويبتدي السيد المسيح يشيل مواعظ الصيافة ويمشي بقى الحمام ويعني يستخدم بقى كل القوة بتاعته عشان ينظف الهيكل. وهو بينظف يقول لهم بيت أبي بيت صلاة، ده بيت صلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. أنا لازم ننظفه ولازم ننظفه. ينظفه بعد شوية يرجع تاني يلاقي نفس الحكاية اتكررت تاني. طب تعمل يا ربي؟ قال ننظفه تاني. ودي خدمة مهمة قوي، خدمة التنظيف، إننا ننظف الكنيسة باستمرار ونحافظ على نظافة بيت ربنا ونفتكر إن الكنيسة دي بيت صلاة. بيت صلاة يعني إيه؟ يعني ربنا موجود فيها بنفسه وأنا جاي أتكلم معاه هو شخصياً، وده المكان بتاعه والبيت بتاعه. فمفروض إن كل واحد فينا بيشوف إزاي يبقى بيته نظيف. فأمال بيت ربنا مفروض يبقى إيه؟ يبقى أنظف بيت في بنشوفه وأجمل بيت بنشوفه وأحسن بيت بننظفه على طول ونحافظ على نظافته. عشان كده يا أحبائي خدمة التنظيف أو خدمة التنظيفية اللي السيد المسيح عملها كانتش بس خدمة البيت، تنظيف البيت ده وصل للتنظيف إنه نظف الرجلين كمان. لما جه يوم خميس العهد قعد تحت الرجلين وغسل رجلين التلاميذ ونشفها بمنشفة وقال لهم أنا يعني ما عنديش مانع ننظف رجليكم، وقال لهم أنا بنغسل رجليكم عشان نعلمكم درس إزاي الواحد يبقى متضع، إزاي الواحد ما يقولش لا أنا ما ننظفش ديت ولا ما نغسلش دي ولا ما نعملش ديت ولا أنا كبير على الحكاية دي. لا، ما فيش حد كبير على حاجة. يعني خدمة تنظيفية، ينظف الهيكل وينظف رجلينا ويقول كما فعلت بكم افعلوا أنتم بعضكم أيضا ببعض، زي ما أنا عملت أعملهم كمان ببعض. الخدمة الخلاصية، ودي هدف الخدمة كلها اللي قام بها السيد المسيح في رحلته في الأسبوع الأخير. لما جه السيد المسيح وقدم ذاته على الصليب كفارة ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله، وده الموضوع الأساسي اللي قال عنه النهاردة، إن هو جاي علشان يبذل نفسه فدية عن كثيرين. جاي علشان إيه؟ ليبذل نفسه فدية عن كثيرين. هو هدفه كله أو العمل الأساسي اللي جاي يعمله هي الخدمة الخلاصية. عشان كده يجي السيد المسيح ويشيل الصليب ويواجه كل الآلام اللي هو احتملها ويتعرض للضرب والتفل وكل الحاجات الصعبة وينطعم بالحربة ويلبس إكليل الشوك ويسخروا منه كل ده، وهو كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام الذي يجزها. يا رب بتعمل كل ده ليه؟ قال عشان نبقى فدية عن كثيرين، نبقى دمي اللي يتسفك يطهر من كل خطية، ويبقى أي واحد فيكم بعد كده يجي مهما كانت خطيته مهما كانت ضعفاته مهما كانت نجاساته نقول له إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفرها لنا ويطهرنا من كل إثم. تيجي الكنيسة الأسبوع ده تعمله أسبوع الاعتراف وتقول يا جماعة فرصة، اللي ما اعترفش قبل كده أو اللي ملوش أب اعتراف فرصة ياخد أب اعتراف وفرصة إنه ياخد معاده من الفرنديسكو ويعترف، علشان فرصة نستفيد من العمل الخلاص اللي المسيح عمله على الصليب وعمل الكفارة والفدية اللي المسيح فدانا بدمه. ما نضيعش الفرصة، السنة هتخلص والعمر كله هيخلص
ويا ترى انا استفدت من الخدمة الخلاصية بتاعة المسيح ولا لا؟ يا ترى استفدت من ان هو يبذل نفسه فدية عن كثيرين ولا لا؟ يا ترى انا خدت الفرصة واعترفت بخطيئتي وخدت فرصة ان انا اتنضفت بدمه ولا لا؟ يا جماعة دم يسوع ابنه يطهر من كل خطية، وان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفرها ويطهرنا من كل اسم. فرصة يا جماعة ببلاش، فرصة مجانية، فرصة مفيش، مش هتدفع حاجة، ده هو دافع الثمن وهو باذل نفسه عننا كلنا. أنا عايز نراجع معاك الخدمات اللي موجودة، وعايز نقول لك إنك ممكن تبقى خادم في أي خدمة من دول، وعايز نقول لك أوعى ما تخدمش، لأنك لو ما خدمتش يبقى أنت مش ماشي بسكة سيدك ومش ماشي بخطوات معلمك. أنا عايز نقول لك الخدمة التعليمية، الخدمة الطبية، الخدمة الغذائية، الخدمة التنظيفية، الخدمة الخلاصية، خمس أنواع من الخدمات. شوف أي خدمة تحتاج تخدم فيها، ولابد أنك أنت يبقى لك دور في كنيستك عشان تخدم. صعب علي الإعلان اللي محطوط بره عن ضرب الصليب اللي بيعملوه كل سنة في الصوم الكبير، حاطين إعلان بيقولوا عايزين ناس تشترك. يعني حتى التمثيل، حتى الحاجة اللي هي فيها تمثيل وفيها يعني حاجة زي كده مش لاقيين خدام. مش معقول بعد كل ما احنا بعد العدد الكبير اللي موجود. يا جماعة لازم نخدم، ولازم يبقى لنا دور في الخدمة، ولازم ناخد بركة الخدمة في الكنيسة، لأننا بدون خدمة في الكنيسة ما نبقاش عضو حي، وما نبقاش سمعت كلام السيد المسيح النهاردة إنه عايز يشوفنا كلنا خدام، وعايز يشوفنا كلنا نتبع إسر خطواته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.